يلا شرح السمعينا. سمعكم شعر على العراق هدية. يلا خلينا نسمع الشعر، وإذا ما حلو ما إلك جائزة. أي طبعا. يلا دقيقة. يلا. مل مني القلم ومن القلم مليت، عمت عين القلم يا ما نفع شعره. الله. مل حتى الشعر من العراقيين صار بحاله النوب العراق أدرك. رسمت حروف العراق برسم فنان جمع تربيل والأنبار والبصرة. قلت حروفي لازم توحد الخوان، ما معقولة هيك تصير فرد مرة. الحروف اللي رسمتها اليوم مطشرة، كردستان تحكي بصوتها وتقول احنا العاصمة وبغداد متأخرة، والأنبار شالت سيف على الخوان، لو تغير الحكم لو تبلش الأسرة. والبصرة تقول نريد كردستان، ومن نفط العراق لكم فقط عشرة، حتى الوردة بعد ما ترضى بالماي. من دمنا تريد الوردة والشجرة، ومن دمنا تريد الوردة والشجرة. الله اسمع صوتك، الله عليك. هلو. تستوي أنا بجائزة.